السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم هذه الحلوى اقتصاديه وكتجي زوينه بزاف. صراحه دغيا كنوجدوها هنايا، درت فيها من الفوق شويه ديال الفوندون، المهم خلط شويه ديال البياض ديال البيض والسكر الثقيل. صراحه كتجي زوينه بزاف ودغيا كنوجدوها كيف ما قلت لكم. وهنايا زعما سي الفوندو اللي درت من الفوق، غير هذا غيرته درت منه شويه ديال الكولورون اليمونتير، وهذا خليتهم بحال هكا. صراحه كيجيو في الذوق ديالهم زوينين بزاف، كيجيو هشاشين كيف ما كتلاحظوا هنايا. وكنتمنى يا ربي هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف بزاف على التشجيعات ديالكم، على لي كومونتيرات ديالكم، الله يجازيكم بخير. ومرحبا بالناس اللي يلاه جاوا، مرحبا بكم، مرحبا بالقدام، وتابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش توصل بكل جديد ملي كنحط شي فيديو. ويلاه معايا باش تعرفوا على المقادير ديال هذه الحلوه. على بركه الله غادي ندوزو للمقادير. عندي هنايا الكاس ديال السكر، عندي هنا الكاس مخلط ما بين الزيت والزبده، حنا نقولوا نص ديال الزبده ونص ديال الزيت. عندي هنايا فرينه ما عبرتهاش، وعندي واحد الساشين تاع السكر نتاع الفاني، عندي واحد الصفر نتاع البيض، البيض ديال البيض من بعد غادي نستعملوه، غادي نديرو فيه باش غادي نزينو الحلوه ديالنا الفوندو. عندي هنايا واحد الساشين نتاع الخميره نتاع الحلوه، الوزن 11 غرام، عندي قبصه ديال الملحه، وهنايا عندي نص كيلو ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران. كيف ما كتلاحظوا كيف ما كتلاحظوا هنايا راه ما طحنتوش مزيان، باقي شويه. وانتم الا ما بغيتوش زعما الا بغيتو تطحنوه مزيان لكم الاختيار طحنوه، ماشي مشكل، على بركه الله. غادي نبداو، قلنا هنايا عندي نص كيلو، غادي نديرو صفر ديال البيض ديالنا بسم الله، وغادي ندير السكر الفاني وندير الملحه والسكر بسم الله، غادي نخلطهم مزيان. هنايا غادي نضيف الزبده والزيت، صراحه حلوه اقتصاديه وكتجي زوينه. اللي بغى يستعمل في بلاصه اللوز زعما في بلاصه الكاوكاو يستعمل اللوز، عفوا. غادي نزيدو نحركوه زعما مزيان باش هكذا الكاوكاو يطلق لي دام ديالو. ودابا غادي نبداو نضيفو بالفرينه بشويه بشويه بسم الله. وغادي ندير خميره ديال الحلوه وغادي نخلطو، ما خصهاش تكون جاريه بزاف وما خصهاش عاوتاني تكون رطبه بزاف. ديما في زعما في هذه الفرينه غادي تعينكم ميزانكم. هنايا باقي شويه طريه، غادي نزيد ليه شويه ديال الفرينه، كتجي حتى هكذا الا درتو نص الجنجلان ونص الكاوكاو تحمروهم في الفران حتى هي كتجي به زوينه هذه الحلوه، الحلوه نتاع زمان. ها هو القوام ديال العجينه ديالنا، كيجي بحال هكا. دابا غير غادي نجمعها نمشيو باش نوجدو لو فوندون، ولا باش غادي نزينو الوجه ديال الحلوه ديالنا.
وعلى بركه الله هنايا غادي ندوزو باش نوجدو باش غادي نزينو الكاتو ديالنا. هنايا كيف ما قلت لكم عندي بيض ديال البيض وعندي السكر الثقيل. هنايا ضفت ليها شويه ديال الملحه وضفت ليها واحد قطره ديال الخل. بسم الله انا غادي ندير هاد البيض ديال البيض هنايا. غادي نخلطو شويه بسم الله. وهنايا غادي نبدا نضيفو السكر الثقيل ديالنا اللي غربلتو بسم الله. صراحة راه ما عبرتوش. غادي نزيد ليه شوية وغادي نخلطو مزيان. هو القوام ديال لو فوندون حيت حتى هذا باش كنديرو لي زيكلير لو فوندون ديالنا كيجي بحال هكا. دابا غادي ندير فواحد لا بوشادو ولا واحد بلاستيك غذائي وغادي ندوزو باش نشكلو الحلوه ديالنا. هنايا غادي ندوزو باش نشكلو الحلوه ديالنا. اش بغيت نقول لكم؟ المهم هنايا ملي غادي ندلكوها ملي ما طحنتش زعما سميتو الكاوكاو مزيان خصكم تردوا ليه البال حيت ضايا كيتهرس. غادي نحاول ندلكها شويه ماشي بزاف. المهم حيت هي غادي زعما ما غاديش نلصقهم غادي نكتفي بهذا القدر. بالنسبه للقطاعه غادي نقطع بهذه وانتم قطعوا باي قطاعه عندكم. ديك فرينه اللي بقات لينا كنحاولوا نفندوا فيها الطبع ديالنا بسم الله. صراحه كتجي ساهله ضيا كنوجدوها. وهنايا غادي نحاولوا باش تقدروا تخليوه في الثلاجه حتى ترتاح شويه. غير نحاولوا نسقمو الجناب وغادي نديرها في الطاوه بطبيعه الحال اللي غادي تدخل الفران. وانا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل. هنايا يعني كملت زعما شكلت الكاتو ديالنا. وهنايا درت فيه هذاك لو فوندون. غادي نحاول ندير غير شويه هنايا زعما من الفوق ما ديش نكثروا بزاف. يعني كندير غير بشويه بشويه باش من نديرش بزاف على الجناب.
طبيعة الحال الفران ديالي راني شعلتو، تقدروا ديروه بالمعلقه الا ما بغيتيش زعما تستعملوا لا بوش، وانا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل. هي الحلوه ديالنا بعد ما كملتها، دابا غادي ندخلها للفران طيب ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. هو الشكل النهائي ديال الكاتو ديالنا، كنتمنى الله ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، راه كيجي زوين بزاف كيف ما كتلاحظوا. هذا اللي درت فيه داك السكر ولا هذاك الفوندو، صراحه كيجي زوين بزاف. وهذا حتى هو غير زدت عليها لو كولورون اليمونتير، زعما زدت عليها غير شي شويه ديال اللون باش هكذا نغيره في اللون ديال هذا. وهذا ما درت فيه والو، كيجي مفتتت، كيجي صراحه زوين بزاف كيف ما كتلاحظوا. دير لي غير هكا وكيت وحتى في الذوق ديالو كيجي رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، اكيد راه غادي يعجبكم. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا الضغط على زر الاعجاب وتبارطاجيوه مع الاحباب والعائله، وابونا فلاشين وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.